أولا السلام عليكم. ثانيا، أول حاجة قبل العملية لازم تكون متأكد إن الحساب تبعك متوثق وكده، سواء بالبطاقة سواء بالجواز سواء بأي إثبات شخصي. تمام، دلوقتي هنبدأ التداول. تمام، التداول هتخش هنا على التداول من شخص لشخص. تمام، هتحدد العملة اللي أنت محتاج تحول عليها إن كانت، فاحنا هنحدد على الجنيه. على الجنيه، تمام يا محمد، خليك في اليو اس دي. تمام، هنا كده اول حاجة تحدد المبلغ بتاعك، انت عاوز تحول كام، حول مثلا 100 جنيه. تمام، وسيلة الدفع افضل حاجة فودافون كاش لان اسرع وكده، او انستا باي. فودافون كاش او انستا باي، فهختار مثلا على سبيل المثال فودافون كاش. تمام، ظهر لك هنا مثلا اقصى حد للعملية 90 جنيه، فهتضغط شوف بقى الاسعار، ده اقل سعر انت تيجي تشتري. اما تيجي تشتري بتختار اقل سعر. تمام، شراء، تكتب انت محتاج كام، تكتب هنا بالعملة المحلية، تكتب 100 جنيه. تمام، شراء برسوم. تمام، هو هنا على طول ايه، هنا كاتب لك رقم واتساب للتواصل، عايز رقم تليفون كاش، هتاخد الرقم هنا وبعد كده تروح تحول. تمام، في خطوة ورانا نسيت أصور، اللي هو أنت بعد ما بتدفع بتعمل اختار للبائع. تمام، فأنا عملت الاختار ونسيت أصور. تمام، فممكن أبعت لكم، بس هبعت لكم الصورة بيها. هنا ننتظر البائع يحرر لنا الايه، العملة. تم التحويل، هو على طول هنا حرر لنا العملة إجابة اهو. تمام، كده هتطلع المحفظة تبعك، هتلاقي ليه الفلوس ظهرت عندك. أنا كان معايا عملات قبل كده. تمام، فالمهم أنا هرجع تاني لعمل الخطوة ديت. بالنسبة للمصريين مش بتنفع الا بعد 24 ساعة، فعادي طالما الفلوس موجودة عندك في المحفظة تبعك مفيش فيها اي مشكلة. هتخش تاني التداول من شخص لشخص، هتختار بقى العملة بالروبل. تمام، هتختار الروبل، هتعمل هنا عملية بيع. تمام، مثلا هتحدد هناك مثلا، شوف انت ايا كان المبلغ، هنضرب مثلا، هنقول مثلا هناك 5 USD مثلا، في هنا السعر كام، 91 مثلا. فمثلا نعمل رقم بالتجريبي 500 روبل. ماشي، وسيلة الدفع أفضل بنك أو مع معظم الشباب تينكوف، هنختار تينكوف. ظهر لنا ايه، 500. هنعمل عملية بيع هنا. تمام، بس أنا مش عارف أتمها عشان أنا بعد 24 ساعة. تمام، هتعمل عملية بيع وبعد كده تحرر للشخص التاني العملة وخلاص. ده كله يعني لازم، لو خدت بالك هنا وقت 15 دقيقة، الوقت هناك 15 دقيقة، فلازم تكون جاهز ومنتظر.